بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله نستعين مشاهدين الكرام متابعينا الأعزاء. انطلق في هذه اللحظة شوطنا السادس، والشوط السادس مخصص للقعدان الحقائق، مسافتنا 1500 متر. نتابع بداية هذا المسار، وأول الأسماء المنطلقة هنالك السراب يأتي مع مقدمة الشوط، سالم بن حمد بن قعيس يأتي بالبداية والمقدمة، بينما المركز الثاني الوجود من مشعل فيصل بن حمد بن ملهية يأتي مع المركز الثاني، وثالث الأسماء شعار سالم بن برقام بن بقارح يأتي مع المركز الثالث عن طريق شاهين، ورابع المراكز أتابع مشاهدين الكرام الوجود من الحذر الزيد بن محمد انديله المري، أما المركز الخامس فالوجود مشاهدين الكرام من ملفت السالم بن حمد بن شعيل المري. هذه النتيجة مشاهدين الكرام متابعين الأعزاء للخمس المراكز المسموح لها بالنداء، لكن المقدمة الصدارة والبداية اللي يبدل في هذه اللحظة شاهين سالم بن برقال المقارع حياتي بمقدمة هذا الشوط وهذا التحدي الرائع والجميل، بينما على المركز الثاني أتابع هذا الشعار الشطرنجي اللي وصل في هذه اللحظة ملفت سالم بن حمد بن شعيل المري يأتي مع المركز الثاني وثالث الأسماء الوجود مشاهدين الكرام من الحذر زيد بن محمد بن نديلة المري يأتي مع المركز الثالث، ورابع المراكز الوجود من سراب سالم بن حمد بن قعيس. هذا النتيجة، ولكن شاهين المقدمة، شاهين الصدارة وناموس هذا الشوط حتى اللحظة، يأتي بهذا الانطلاق الرائع والجميل والنقطة السادسة. ما شاء الله على هذا التألق الصباحي الرائع والجميل، هنيالك هذا المال الطيب يا سالم بن برقان المقارح، وهذا الحضور المشرف في صباح هذا اليوم وانطلاقة شاهين 200 متر الأخيرة. الله 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 الله، ما شاء الله على هذا العرض الجميل اللي قدمه شاهين. أشكرك على هذا العروض الجميلة اللي تأتي بها في هذا الصباح. سالم بن برقان المقارح يأتي بنقطة الشوط السادس، تهانينا والناموس، بينما المركز الثاني من وصل مشاهدين الكرام اللي هو ملفت سالم بن حمد بن شعيل المري، المركز الثالث الوصول للحذر زيد بن محمد انديلة المري. هذا النتيجة مشاهدين الكرام، التوقيت 2:13 87 جزءا من الثانية، والنقطة السادسة تغادر لصالح سالم بن برقان المقارح. تهانينا والناموس.